شهدت جامعة مدينة السادات افتتاح 9 مشروعات كبرى بالجامعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لرؤية الدولة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وخطة تطوير الجامعات المصرية. وقد تم افتتاح مدرجات كلية السياحة وتنفيذ مشروعات جهاز الخدمة الوطنية وافتتاح أعمال البنية التحتية والشبكات بكلية السياحة والفنادق والمطبخ التعليمي لكلية السياحة والفنادق، فضلا عن تفقد أعمال مشروع التدعيم والترميم لمباني كلية الطب البيطري وأعمال مشروع البنية التحتية. بنحتفل بأن احنا بدأنا نعمل حركة في المشروعات الإنشائية في داخل جامعة مدينة السادات. نحن نشرف في الجامعة بعديد من المشروعات مسندة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. بصدد افتتاح كثير من المشروعات اللي بتخدم الجامعة، قطاعات الجامعة، كليات عديدة في قلب الجامعة زي كلية السياحة، كليات التجارة، كليات الحقوق، المعامل المركزية، كثير من المنشآت. واحنا كل مجلس الجامعه كان بيشارك رئيس الجامعه الدكتور شادي المعاويه في افتتاح هذه المشروعات